سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروه خليتونا غير في التربه. السلام عليكم ورحمه الله. ازول في اللون الخطب اللي يلقيها شنقريحه قائد اركان الجيش تتسم بواحد الاسلوب انشائي تاع انشاء واسلوب ما عنده حتى شيء عسكري، ما فيش هذيك النكهه العسكريه. يتكلم وكانه واحد سيفيل يعني ولا واحد سياسي خطر يتكلم في السياسه ويخلط كما جبت له خطر الخطاب الاخير تاعو وين يتوعد وكذا قوات قوى خارجيه ومن بعد طامعين في المسؤوليه ومن بعد كذا كلام منه. اليوم نفس الشيء اللي نلاحظه هنايا عند شنقريحه، مانيش عارف شكون اللي يكتب له هذا الخطب هذو. دابور قبل ما نتكلموا على الخطاب لابد من الإشارة إلى أنه حفل توزيع الأوسمة وتقليد الرتب العسكرية عادة يتم في وزارة الدفاع وليس في قصر الشعب. أول مرة يحدث في قصر الشعب. السؤال لماذا؟ الجواب عند اللي نظموا هذا الحفل ماهوش عندي انا. نقدرش نتفلسف في عيط نخمم ما صبتش الجواب، دونك الجواب راهو عندهم. كنرجعوا الان للكلمه اللي لقاها شنقريحه، اسمعوا مليح. فوالا كلام فارغ. دابور علاش يشكروا والعرفان واسمع عبارات كذا وعلاش على جال جاي يحضر هذا؟ لا هذا قائد قوات مسلحه، قائد الاعلى للقوات المسلحه لازم يحضر لهذا الحفل هذا الاولى. الثانيه يقول له حرصتم على جعلها سنه حميده. لا ماشي هو اللي دار هذه أول مرة لي يحضر هذا يا تبون، أول مرة يحضر. هذه قديمة منذ الاستقلال البلاد أو ألور هذا مهبول هذا يا يعني شنقريحة واللي يكتب له مهبول أكثر منه. سبها نورمال تجي تقول له حرصتم على هاريك، اسمعوها مليحة باش نعاودوها. حارسم على أن تجعلوا منها رمزية قوية في الزمان والمكان، رمزية قوية وش من الزمان والمكان؟ كلام فارغ. ما تجيش هذه عند عسكري، عند قائد عسكري ما يقولش هذا الكلام ونشكروك وكذا ومن هذا. أنا نستغرب في الكلام هذا. فوالا أنكور كلام فارغ. من الجزائر الجديدة التي رسمتم معالمها الواضحة. وش جزائر جديدة تاع اللي ما فيهاش الماء، ما فيهاش الزيت، يجيبوا الآخر الكوكايين
خمس قناط الكوكايين فيها رزاو كيستوردو القمح يجيب فيه الحلوف يجيبو فيه الكركاس تاع الحلوف ميت، كيستوردو الفارينة يجيبو السمن الابيض. الجزائر يقطعوا فيها الانترنت اللي فيها الناس تموت باسكو ما كاش الاكسجين في السبيطارات. هذه الجزائر كلام فانا. العسكري ماهوش تاع هذا الكلام، لغة الخشب ماهيش عند العسكر. روحوا دربوا اخي دربتوا عند العسكر تاع فرنسا تاع الروس تاع الامريكان وتاع، ما تسمعش هذا الديسكور هذوما، ما تسمعهمش تسمعهمش. تخيل هذا الشنقريحة وين ما يلقى خطاب هو ماهوش فاهم واش راهو يقرا، هو ماهوش فاهم واش راهو يقرا. ها اسمع، السيد رئيس الجمهورية يأتي تنظيم الحفل في غمرة الاحتفال بواحدة من محطات تاريخنا المشرق، الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وهي الذكرى التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز في أمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر الخالد، وهي مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر. سمعتوا الكلام الفارغ؟ أبطال الجزائر هادو إذا أنت باش تشكرهم وتعترف لهم بالجميل تمنع الجزائريين من الاحتفال في الشارع بهذا العيد، توضع الجزائريين في الحباس، هكذا هذا هو الشكر والاعتراف والوفاء لتضحيات الأبطال. ماتوا باش تجيو توضعوا انتم جزائريين يطالبوا بالكرامة، يطالبوا بالعدالة، يطالبوا بدولة قانون، تحطهم في الحبس على خاطر انتم دي فويو، ديروا من الثورة والتاريخ ديروا من روجيست دو كوميرس يا خبثاء. شفتوا كيفاش هاو الكلام الفارغ؟ اروح تناقش السي شنقريحة انت اللي تحب تكلم في السياسة بهذا الخطاب هذا، نقولوا لك 59 سنة استقلال شحال كان من جزائري محبوس بتهمة الرأي، معتقدي رأي. علاش؟ علاش داير الناس في الحباس؟ دخل الناس في الحباس بأنهم يعبروا على رأيهم، ما همش أحرار في التعبير على رأيهم، صحفيين في السجن، ربح كراش في السجن. علاش؟ لأنه غطى، قام بواجبه غطى مظاهرة تاع سكان تمنراست، لا يلزم سكان تمنراست حما يسمع بيهم لما يخرجوا يطالبوا بحقوقهم. على هذه اللي ماتوا المجاهدين اللي متكلم نتاع على الابطال، تعرف تو شنو الابطال هادو؟ انتم خونه، انتم خنتوا العهد، وتجوا اليوم انتم من هذوك اللي يقتلك ويمشي هو الاول ورا جثمانك، يشيعك للقبر هو الاول ويبكي عليك. هادو هما الخبثاء الخونه المنافقين. ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام كما هذا شنقريحة ولاد الحرام تبون وتماتوا، وبن علي بن علي اليوم جايين يدور، الله لا يتربحهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني في البداية أن أتقدم إليكم السيد الرئيس باسمي الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأسماء آيات الشكر والامتنان وأزكى عبارات التقدير والعرفان على تفضلكم بالإشراف شخصياً على مراسيم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة، وهي مناسبة طيبة حرصتم على أن تجعلوا منها في الزمان والمكان رمزية قوية وسنة حميدة تترصع بها تقاليد وطننا الغالي
يحصد من خلالها إطارات الجيش الوطني الشعبي ومستخدميه حصائل أعمالهم بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة عرفاناً لهم وتقديراً لجهودهم وتثميناً لمثابراتهم على خدمة جيشهم ووطنهم في ظل الجزائر الجديدة التي رسمتم معالمها الواضحة والواعية.